اهلا وسهلا فيكم one more time. كمل الدي سي موتورز والمحاضرة عشانها كانت طويلة عملتها جزئين. So very fast review about what we've talked about. DC motors, حكينا DC motor بتقسم لهون. If you recall this, احنا قلت DC motors حكينا عن the brushed permanent. هل اليوم راح نحكي عن الوند ثلاث انواع وراح نحكي عن البراشلس. اوكي سو تذكر بس الدي سي موتور هاي البيرمننت ماجنت، لاحظ كان برا في عنده بسموه بي ام بيرمننت ماجنت، برا بيرمننت ماجنت وجوا الملف. كان جو فورورد طبعا كان لينير، تذكر كان لينير. This is very important part of DC motor انه كان في عندك لينير ريليشن بين التورك والسبيد. So now we're here. بطل عنا permanent magnet. صار في عنا wound field. بقدر أعمل series, shunt, أو compound. What does that mean? Let's see what that means. أول شيء before I go here. Let's see what that means. Okay, let's take a look at this. What that means. اوكي سو هبدا امشي لقدام. اكشلي هذا ذس جود فيديو بشرح لك بالضبط كيف. اوكي سو عندك هون لاحظ في عندك، لا بحكي لك في عندي انا اكشلي اربع انواع. واحد سيلف اكسايتد، ما شرحت سيلف اكسايتد الملف تبع الستيتر والملف تبع الروتر بكونوا توتالي سيبريت. بس عندي سيريس بيكون الوندنج الملف بلف الروتر اللي بيتحرك والستيتر نفس الملف وهم بيكونوا in parallel هون compound. Let's see what does that mean. Actually بلفهم، شوف ما عندي again هون الوند ما عنديش permanent magnet. Okay so this one is شايف كيف لافف البرة والجوة، شايف they're both ملفوفين، ما فيش again ما عنديش permanent magnet. Those are in parallel. This is shunt resistor. لاحظ in parallel ملفوفين. وفي عنا برضو هلا بنشوف السيريس. So those are in parallel. و those are in series. في عندي واحد compound. Those are in series. تقدر تشوف التفصيل تبعت الفيديو if you're interested. Gives you good information. بس this is what I needed to show you هون. بس حبيت افرجيك صورتي طلعت لك. لا حبيت افرجيك what do I mean by wound relative to permanent. ما فيش عندي permanent، ما فيش عندي magnet هون، كله actually لفات بالوهر. طيب so advantage تبع الwound serious high starting torque characteristics بدي high torque عشان ابلش and the high no load speed. بس عنده speed regulation تبعتي شوي بور. الشنط بعطيني better speed regulations. الكومباوند بعطيني the character of the both but it's a little bit it's more expensive. هاي again this is series. هذا series شايف كيف مربوط هذا مع حد. طبعا شو معنى series؟ معنى series انه نفس التيار بمرق بالتنين. لاحظ كيف التورك سبيد، هاي التورك هاي السبيد بطل لينير. البيرمنت كان هيك، البيرمنت مان كان لينير. This is not linear anymore. At no load بعطي نشوف كيف طالع very high RPM و high torque high stall torque at low RPM. هاي الشنط parallel. What does parallel mean؟ معناته they have the same voltage. The voltage across this هو الروتر واكروس الموتور الستيتر راح يكون نفسه. شوف التورك سبيد هلا هون almost linear. فانا بالشنط موتور انا I try to walk in this area. I try to walk in this almost linear. Compound حطيت واحد سيريس واحد شنط ملفين. It has the advantage اللي حكينا عنهم. وحلو تقريبا هون تقريبا I'm almost linear هون. فأنا بحاول أشتغل بـ this part only.
Another one, هلا حكينا نطلع على brushes. What, where the brushes come from? Again, نرجع للصورة الأصلية الهون. نرجع للصورة الأصلية. هيا. So حكينا عن brushed permanent محاضرة الماضية أو التسجيل قبل هذا. حكينا عن الوند. هلا في عندي brushes. What is this all about brushes? ما جت لي brushes هاي. Concept of brushes totally different. شوف البراشلس كيف. البراشلس البيرمنت ماجنت جوا والكويلز برا. Opposite لشو؟ Opposite للبي ام دي سي موتور. إذا كان بيرمنت برا والبلف جوا والستيتر كان فيه الكويلز، ها بالعكس. وهون أنا في عندي هدول واحد اثنين ثلاثة أو أكثر، هدول التلابس أعمل on 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 عشان to magnetize each one of them and then I can move this one. هاي الصورة جبها من كيليان، هجيبها من موقع إلكتروني الجيف. فرق بين brush و brushes motors. واحد فيه brushes واحد ما فيه brushes. اوكي البرش فيه brushes. They might يخربوا مع الوقت. ونوعا ما بعطيك low torque. هذا بعطيك torque أعلى. This one gives you generate higher torque. طيب. هذا بس كويس for position speed control. برضو هذا كويس for position speed control. بس طريقة العمل تبعك different. This gives you higher torque. They're widely used in servo application. What are servo motors? استنى كمان two محاضرتين رح كيف عن what are servo motors are. What they do. Brushless DC motor. Advantage حكينا reliable. High performance. Efficient. Long life. Smooth and quiet. ما بدهم brushes. Disadvantage. أغلى. High price. بدهم شوي أكتر complexity بالamplifiers بستعمل. So what are the motor apps? So أخذنا DC motor. أخذنا عدد أنواع DC motor. أخذنا permanent magnet. أخذنا الwand. منهم الشالت. منهم السيريس. أخذنا brushes. So what are those applications? كل واحد عنده application مختلف. خلينا disregard. Okay. وأنا ما نقلتهمش هون ولكن عندي website and you can go to this website and this is nice فرجيك. Okay, this website Ruby in Indian I think and there you go. بحكي لك مثلا types of DC motor حكينا معهم. حكينا في عندك permanent magnet, عندك cyclic side ما حكينا عنه, حكينا عن الشنط, حكينا عن CS compound, حكينا عن brushless DC motor. بحكي لك بستخدمهم بالcranes, air compressors, باللifts, elevators, hair dryers. طب what about the shunt? دول permanent, دول series. Shunt, wiper, drills, conveyors, fans, blowers, pumps. What about the permanent magnet? Washers, toys, wheelchairs. What about the compound? Compound, presses, electric shovels, conveyors. So, برضو الاليفيتر سوا يعني بيستخدموا اكثر محل. يعني انت كومباوند تستخدمه بالكونفير, واحد ثاني برضو استخدم بالكونفير. وين الكونفير هون؟ هي برضو دي سي شنت تستخدم بالكونفير. ليش الدي سي شنت بالكونفير؟ دي سي شنت عندك هون لينير. اوكي ليتس تيك ا لوك ات ذس ون. سيريس هاي ستارتنج تورك هاي نو لود سبيد. الشنط في عندك better speed regulations so on. So until you look advantage of each one of them وبتشوف وين راح تستخدمه and where to use it. طيب what else you have? Application compound برضو حطك الكومباند لو مشتغل. Elevators. So elevators, several things I can use in elevators, conveyors and so on. Brushless handheld power tools, heating, ventilation, transport, vehicle range, aircrafts, automobiles. So advanced كتير البرشز. هاي بنكون أعطيكم this is a short بس أعطيكم فربان summary. DC motors كم دوا عندك الوند, عندك permanent magnet حكينا. Permanent magnet are they use permanent magnet to provide the station magnetic field. أما الوند الوند بكون عندك الستيتر والروتر تنين عبارة عن ملفات. Thank you very much for listening we'll see you soon إن شاء الله. Next we'll talk about بعمل خلص هاي next lecture we'll talk about the drives. حكينا عن DC motor بس بدك الدرايفز تبعون DC motor what they are. حكينا عن transistors how they amplify ال current والpower رايح على الموتورات. بعدين راح نحكي عن الستيبر
والسيرفو موتورز. اوكي اند ذن اي سي كل خلصنا. ثانك يو فور لستنينج.